تعال نفرش ودك تجزو. شكون هذا اللي كيغوتي؟ انا بغيت نفهم. وليك انا اللي لقيت هذا اللي كيغوت، راني نغوت عليه عرفتي، راه بزاف في الغوات حراره باش كيغوت. اوف عنديش مع الدراري اللي كيغوتوا بداك الحراره، داك الحراره هكا بالحوحتو كتبغي تخرج. كنبقى نقول انا هذا مالو كيعصبني، ما كيعجبنيش، تيجيني خايب. انا كنقولوا لذاتي ان شاء الله ما نعلموش كيغوت هكا، ما نعلموش كيغوت هكا. كنقول لولدي ولا بنتي ان شاء الله يكون بشكل، يكون مربي مزيان، يكون مثلا كيدير حاجه حتى كيقول واش نديرها هكا، يكون كيحترم في شكل، يعني نتهلا في وليداتي باش فاش نكبر يتهلاو فيا، وما نعذبهمش باش فاش نكبر ما يعذبونيش، وما نقهرهمش ونتهلا فيهم. اوكي، واللي حسدتيه كتجنيه، فهمتيني؟ اللي حسدتيه كتجنيه، ما يمكنش تحسدي تحسدي بيضه وتلقي كحله، ما عاد الا حسدتي كحله غتلقي كحله. كنتمنى من الله يكون مهدن ياك، ولكن الا كان باسل لا تبداي تعلميه شويه بشويه، راه الدري كيكون صفحه بيضاء، راه علاش ما علمتيه؟ راه الا هو داك التغويته هكاك وزدتي له فيه وبقيتي تزيدي له فيه، راه نورمال غيدير ما اكثر منها من بعد باش تشري ليه ولا ديري ليه داك الطلب ديالو. اما الا ربيتي نهار الاول راه الا زدتي غوتي راه ما غندير لكش داكشي اللي بغيتي هكاك، لا تقول له يعني طلبها مني بالخاطر بلا جونتياس وكلشي، راه انت اللي كتربي ولدك ولا بنتك، علاش ما بغيتي تربي؟